حي جميل ومنظم وشوارع واسعة ونظيفة. وكان في مقولة كده بتقولها الشركات المسؤولة عن التعمير في الحي ده إن كل شيء اتغير في مصر بعد مدينة نصر. رحلتنا النهاردة هتكون في واحد من أهم شوارع مدينة نصر وهو شارع الطيران. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهارده اللي هتكون في شارع الطيران، الشارع المهم في حي مدينة نصر، من شارع صلاح سالم الشهير في مصر. يمكن شارع صلاح سالم ده بيبدأ من الجيزة، من شارع اللي كان اسمه زمان ربيع الجيزي. كان في حلقة مهمة جدا على القناة شرحت فيها بقى شارع صلاح سالم من أوله، من الشارع ربيع الجيزي اللي هو امتداد لشارع صلاح سالم ولغاية ما وصلنا لمطار القاهرة. عايز أقول لكم إن شارع صلاح سالم بيفضل بالاسم ده لغاية شارع العروبة، وبعدين بيتسمى شارع العروبة لغايه ما بنوصل لمطار القاهره الدولي. احنا كده ماشيين في شارع صلاح سالم ولكن في الاتجاه الاخر اللي هو بيوصلنا للعباسيه، وبعد كده بنوصل للسيده عائشه ومنه لمصر القديمه، وبعد كده ممكن نكمل لميدان الجيزه زي ما قلت لكم من شويه صغيرين. لكن احنا هنعمل يوتيرن، احنا على شمالنا دلوقتي الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء وكمان الجهاز المركزي للمحاسبات. احنا هنعمل يوتيرن وبعدين هنبتدي نمشي شويه صغيرين عشان ندخل ونبتدي في مسار رحلتنا النهارده اللي هيكون في شارع الطيران. عايز اقول لكم ان شارع صلاح سالم زي ما انتم شايفين الشوارع اللي ناحيه اليمين دي لو دخلنا منها هنوصل لشارع الخليفه المامون اللي هيدخلنا على عمق حي مصر الجديده الجميل جدا في مصر. وطبعا معظم الشوارع اللي موجوده في المنطقه اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي ناحيه الشمال هي الشوارع اللي بتدخلنا لعمق حي مدينه نصر، واللي هيكون احد الشوارع دي هو شارع الطيران اللي هتكون في مسار رحلتنا النهارده. زي ما انتم شايفين احنا هنعمل يوتيرن من الجزء ده، وبعد كده هنلاقي مباشره زي ما قلت لكم مجموعه بقى عدد كبير جدا من المعالم اللي هتقابلنا في طريقنا، واللي هنحاول ان احنا نوضحها بشكل كبير عشان نتعرف على المعالم اللي موجوده سواء كانت في شارع صلاح سالم او في شارع الطيران اللي هيكون مسار رحلتنا النهارده. زي ما انتم شايفين المبنى الكبير اللي موجود ناحيه اليمين ده هو الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز اللي كان هدفه تحقيق الرقابه على اموال الدوله واموال الشخصيات العامه وغير ده كتير. الجهاز ده موجود من سنه 42 وكان اسمه الاول ديوان المحاسبه. بعد الجهاز المركزي للمحاسبات برضو المبنى اللي على ايدينا اليمين دلوقتي الكبير العالي ده هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الجهاز الرسمي للإحصاء في مصر، وهو اللي بينشر وبيعمل التعداد السكاني وكمان بيجمع ويعالج كل البيانات الإحصائية وتأسس سنة 64. بعديه بنلاقي المركز القومي للمعلومات، وبعد مباشرة بعديه مباشرة بندخل بقى على بداية رحلتنا اللي هتكون في شارع الطيران. زي ما انتم شايفين بالفعل احنا دخلنا شارع الطيران اهو، والجزء الحديد او السور اللي على شمالنا ده اللي هننهي فيه رحلتنا النهاردة بإذن الله وهو نفق الطيران. اول ما دخلنا شارع الطيران كده المبنى الكبير اللي على ايدينا اليمين ده هو فندق من الفنادق الشهيرة جدا في مصر، وهو فندق سونيستا اللي هو بيكون بعد شارع مصطفى ابو زهرة. وزي ما قلت لكم هحاول ان انا اوضح لكم عدد كبير جدا من المعالم طول ما احنا ماشيين في شارع الطيران. شارع الطيران بيربط ما بين شارع صلاح سالم زي ما احنا كنا داخلين منه دلوقتي، وبيوصل لغايه شارع علي امين، وبعدين بيكمل باسم الدكتور عبد الله العربي، وبيعدي بقى على تقاطعات مهمة جدا زي تقاطع اسماعيل الأباني وزي تقاطع طريق النصر وزي تقاطع خضر التوني اللي هنقابله كمان شوية صغيرين. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع الطيران، وعايزين نقول انه شارع الطيران يعتبر في الحي السابع في حي مدينة نصر، وشارع الطيران بيوازي شارع يوسف عباس، ويمكن الحي السابع من اشهر شوارعه شارع الطيران اللي احنا فيه وشارع زاكر حسين. ومدينة نصر اللي احنا فيها دلوقتي اتبنت كامتداد لحي مصر الجديد العريق، وبينقسم بقى الحي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر. زي ما انتم شايفين اهو بيقابلنا يمنا وشمالنا شارع خضر التوني، التقاطع المهم زي ما قلت لكم اللي موجود في شارع طيران. كان في مجموعة من المعلومات عن خضر التوني كانت في الصورة اللي قدامكم. احنا لسه مكملين طريقنا وبنتفرج كده على التطوير الجميل جدا اللي تم في شارع طيران، وبقى بصراحة واسع بشكل كبير زي عدد كبير جدا من الشوارع اللي اتطورت في مصر، وبصراحه قضت على يعني على الزحام بشكل كبير. برضو واحنا ماشيين في طريقنا تقاطع اسماعيل الاباني وتقاطع طريق النصر هنلاقي كباري هنقدر ان احنا نعديها عشان نعدي التقاطعات دي وتقلل او تخفف الزحمه اللي كانت موجوده بشكل كبير زمان.
مدينة نصر تأسست بعد ثورة 52، وده كان من خلال برنامج التوسع العمراني، وبدأ التعمير فيها بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كان احنا كنا من شوية صغيرين لسه معديين زي ما قلت لكم من التقاطع المهم وخضر التوني، واللي كان من أعظم أبطال مصر في رفع الأثقال. خضر التوني ده ليه حكاية إن هتلر طلب إنه يسلم عليه بعد فوزه على لاعب ألماني، يعني كان لاعب فاز زي ما بيقولوا، وقال له إنه كان يتمنى إنه يكون ألماني. والصحف العالمية أطلقت على التوني أقوى رجل في العالم والبطل الذي لا يقهر. كمان أطلق اسمه، تخيلوا، على واحد من شوارع القرية الأولمبية في ميونخ. يعني يمكن أبطال من ذهب وتاريخ مشرف لبلد عريق. زي ما انتم شايفين الكوبري اللي احنا طلعناه، تحتينا ميدان هشام بركات وتحتينا طريق النصر، وكمان ناحية الشمال كان في جامع أو مسجد ربع العدوية الشهير. احنا لسه هنكمل طريقنا، هننزل من الكوبري وهنكمل طريقنا في شارع الطيران، واللي يمكن من أشهر الشوارع اللي بتطل على شارع الطيران شارع ابن فضلان وشارع الشهيد فؤاد عبد الحكيم وشارع أنور المفتي وشارع ابن هاني الأندلسي وشارع الدكتور عبد العزيز الشناوي ومحمد فهمي المحضر. ويمكن شارع الطيران من بعد شارع علي أمين زي ما قلت لكم بيكمل باسم شارع الدكتور عبد الله العربي. احنا برضو هنمشي في جزء من رحلتنا النهارده في شارع الدكتور عبد الله العربي، لانه هو في الاخر انا بحاول ان انا في خلال رحلتنا ان احنا ناخد مساحه اكبر من مساحات الاحياء اللي احنا بنعدي عليها، بحيث ان احنا نتفرج على احياء مصر بشكل واسع ونشوف كده يعني التطوير اللي تم بشكل كبير، ونفتكر بقى ذكرياتنا وحياتنا اللي كانت موجودة في الشوارع دي، خاصة للناس اللي ممكن تكون سابت مصر وقاعدة في بلاد أخرى، بيحنوا جدا لذكرياتهم في الأماكن دي، وبيفتكروا بقى المحلات اللي كانوا بيشتروا منها حاجاتهم، بيفتكروا الشوارع اللي كانوا بيتمشوا فيها. بصراحة بتبقى ذكريات جميلة جدا، وحتى الناس اللي عايشة في البلد بيتفرجوا بقى على أحياء أخرى، سواء كان في محافظات أخرى بيتفرجوا على الأحياء في مدينة القاهرة، وبيتفرجوا برضو على الأحياء في مدينة اسكندرية اللي كان لينا عدد كبير من الحلقات فيها. احنا تحتينا دلوقتي شارع إسماعيل الأباني، وبرضو زي ما قلت لكم أدي الكوبري اللي بيعدي التقاطع المهم ده عشان زي ما قلت لكم يخفف الزحمة في المنطقة دي. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع الطيران، ويمكن من اهم المعالم اللي موجودة في شارع الطيران فندق سونيستا اللي شفناه في بداية الشارع، ومصنع قادر، ومصلحة الجمارك المصرية، ومركز الازهر للمؤتمرات، ووزارة التخطيط، ومستشفى التأمين الصحي، ومسجد ربع العدوية اللي عدينا عليه برضو، والشركة العامة للبترول. احنا لسه مكملين طريقنا. المسجد اللي هنقابله على ناحية اليمين دلوقتي اللي باينت مأذنته وبيته دي اسمه مسجد نوري خطاب، وهو موجود على التقاطع اللي بينتهي في شارع الطيران، وهو تقاطع شارع علي أمين. طبعا علي أمين كان من رواد الصحافة المصرية، وهو اللي أنشأ مع أخوه التوأم مصطفى أمين جورنال أخبار اليوم وجريدة الأخبار اليومية. احنا لسه مكملين طريقنا، وادي بقى شارع الطيران اصبح من الجزء ده اللي هو من بعد تقاطع شارع علي امين اصبح اسمه الدكتور عبد الله العربي. احنا لسه هنكمل في جزء من رحلتنا في شارع الدكتور عبد الله العربي، وبعدين هنعمل يوتيرن عشان ناخد شارع الطيران في الاتجاه الاخر، وبعدين او شارع عبد الله العربي الاول وبعد كده استكمله بشارع الطيران في الاتجاه الاخر، وننزل بقى من نفق الطيران عشان ننهي رحلتنا النهارده باذن الله. عايزين نقول ان جمال عبد الناصر مدينة نصر كانت حلم بالنسبة له، كان هدفه انه يبني مدينة باسلوب حضاري يعني بطريقة عمرانية مميزة. اتأسس فيها طريق النصر وشارع مصطفى النحاس، ويعني في موازاة شارع صلاح سالم. بداية التعمير في مدينة نصر اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي لما انشئ استاد القاهرة، وكان اكبر استاد في الشرق الاوسط ساعتها، وكمان بقى تم انشاء ارض المعارض الدولية ومركز المؤتمرات، والقوات المسلحة بنت عدد من المدن السكنية عشان تشجع الناس ان هم يروحوا ويسكنوا هناك ويستثمروا في الصحراء، وكمان عشان يبقى دليل على الامن والامان. وبعد حرب اكتوبر بقى اتبنى النصب التذكاري للجندي المجهول تخليدا لذكرى شهداء الحرب، وكمان اتبنت بقى بانورا روما 6 اكتوبر في وقت لاحق بعد كده. كان احنا عدينا على عدد كبير من المعالم دي في عدد كبير من رحلاتنا اللي بنجوب بيها شوارع واحياء مصر بشكل عام. يمكن كمان وزارة الصحة بنت مستشفيات مهمة جدا زي مستشفى الحميات، وكمان لأهمية مدينة نصر الدولة بنت فيها امتداد لأكبر وأعرق جامعة في التاريخ، وهي جامعة الأزهر الشريف، وكمان موجود في مدينة نصر فرع جامعة البنات.
يمكن الرئيس السادات كان بيعمل الاحتفالات العسكرية في مدينة نصر في النصب التذكاري، رغم أنه للأسف اختيل في عرض عسكري سنة 1981 في الجزء ده. احنا كده وصلنا بقى للجزء اللي هنلف فيه من شارع عبد الله العربي، وهنرجع تاني من شارع عبد الله العربي عشان زي ما قلت لكم نستكمل رحلتنا في شارع الطيران، وبعدين هنوصل لنفق الطيران في نهاية رحلتنا النهارده بإذن الله. زي ما قلت لكم شارع الطيران، وزي ما انتم شايفين اظن واضح يعني ان هو مش من الشوارع التجاريه قوي، يعني يمكن شارع عباس العقاد اللي كان لينا رحله فيه برضه وشارع مكرم عبيد يعتبروا من الشوارع التجاريه اللي الناس بتحب ان هي تنزل وتشتري منها حاجاتها، تشتري منها الملابس والاحذيه، وممكن تقعد على كافيهات وممكن تاكل في بعض المطاعم اللي موجوده. شارع الطيران فيه مجموعه من المحلات لكن مش بشكل موسع زي شارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد، لكن يعني برضو جميل جدا. الشارع مميز بشكل كبير، واسع بشكل كبير، برضو الناس لو حبت ان هي تتمشى في شارع ترى هتستمتع جدا في الشارع ده. يمكن مدينة نصر الدولة اهتمت جدا في فترة من الزمن بالتعمير فيها، اشترى عدد كبير من المصريين اللي كانوا بيشتغلوا في الخليج في مدينة نصر، يعني معظم الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الخليج في فترة الستينات والسبعينات بالذات كمان بدأوا بقى ان هم ينزلوا يشتروا شقق في مدينة نصر، طبعا لانها كمان كانت مساحتها كبيرة جدا. يمكن زمان كانت معظم مساحات الشقق يعني ما بتعديش 70 80 90 او 100 متر، الشقق القديمة اللي كانت بتنشأ في فترة اللي هي الفترة الستينات، لكن بعد كده وبعد انشاء مدينة نصر بدأت الشقق تبقى أوسع، فبدأ الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الخليج يحبوا إن هم يشتروا الشقق الأوسع في مدينة نصر، وكمان لأن زي ما قلت لكم الحي ده أنشئ بطريقة عمرانية مميزة ومنظم ومخطط بشكل مميز جدا. يمكن زي ما احنا ماشيين اهو في شارع الطيران، ومن اهم شوارع مدينة نصر عباس العقاد ومكرم عبيد وحسن المأمون وذاكر حسين ويوسف عباس ومصطفى النحاس، واللي بيعتبر من اطول شوارع مدينة نصر وكمان من اهم الشوارع الجزء الخاص بطريق النصر في مدينة نصر. احنا زي ما انتم شايفين كده لسه هنكمل لشارع الدكتور عبد الله العربي، وعند الجامع اللي قدامكم دلوقتي وعند الكوبري اللي بيقاطعنا يميننا وشمالنا ده، او الكوبري اللي بيقاطع الشارع ده، هيبتدي الشارع تاني يتحول اسمه لشارع الطيران. مدينة نصر مع الوقت احتاجت ان هي تتوسع وتعمل حي زهراء مدينة نصر، يعني زي ما كده المعادي في حي المعادي، برضو لما احتاجت ان هي تتوسع اتعمل حي باسم زهراء المعادي. وزي ما احنا عارفين ان هو التوسع، احنا دايما في التوسعات بنسمي التوسع ده في الاغلب باسم الزهراء، وفي بعض الاحيان بنسميه باسم الحدائق. احنا كده لسه مكملين طريقنا، وبرضو هنطلع على الكوبري اللي بيعدي التقاطع اللي هو اظن تقاطع اسماعيل الاباني، وبعد التقاطع ده هننزل ونعدي التقاطع اللي بيعدي طريق النصر. من اهم المولات اللي موجودة في مدينة نصر طيبة مول وجنينة مول وسيتي ستارز مول، طبعا برضو مشهور جدا سيتي ستارز مول، وتكنولوجي مول والسراج وسيتي سنتر وسان سيتي مول. يمكن كان في ترماي بيربط مدينة نصر بمصر الجديدة، وكان بيمشي في شارع مصطفى النحاس، لكنه اتلغى سنة 2014 عشان يتم توسعة الشارع وعشان يكون المرور فيه بشكل أسهل من الأول، لأن كان شارع مصطفى النحاس مع وجود الترماي ده بالفعل كان بيبقى زحمة جدا لأنه كان ضيق بشكل كبير. احنا لسه معديين أهو وهننزل من على الكوبري، ويمكن عايزين نقول انه بيتعمل دلوقتي مشروع المونوريل اللي بيمر من مدينة نصر وهيوصل للعاصمة الإدارية الجديدة. هيكون في مدينة نصر للمونوريل ده 6 محطات، هي محطة الاستاد وهشام بركات ونوري خطاب والحي السابع وذاكر حسين والمنطقة الحرة. يمكن احنا ماشيين زي ما قلت لكم في مدينة نصر اهو وبنتكلم على احياء مدينة نصر، وعايزين نقول ان من ارقى احياء مدينة نصر المنطقة الاولى اللي بيسموها المربع الذهبي، وبيسكنها الأجانب والطبقة الأرستقراطية، وكمان المنطقة السادسة اللي هي قريبة من الطرق الرئيسية زي طريق النصر وطريق السويس، وقريبة كمان من سيتي ستارز. كمان في المنطقة التاسعة اللي هي ما بين الحي العاشر والحديقة الدولية، وطبعا الحي السابع اللي احنا يعتبر ماشيين في جزء منه النهاردة، ويعتبر من أقدم الأحياء، وهو اللي ما بين الحي السادس وشارع مصطفى النحاس، وبرضه موجود في مدينة نصر حي اسمه حي السفارات، ويعتبر من أفضل مناطق مدينة نصر.
زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي كمان معديين على الكوبري التاني في طريقنا، وهو ده الكوبري اللي بيعدي طريق النصر. هننزل من كوبري طريق النصر وهنرجع تاني او هنكمل رحلتنا في شارع الطيران، وزي ما قلت لكم انا هنهي رحلتي في نفق الطيران. يمكن نفق الطيران ده اتعمل عشان يعدي التقاطع بتاع صلاح سالم، يعني احنا لما بننزل النفق نقدر من خلال النفق ده بندخل الشمال، يعني نرجع على طريق صلاح سالم في الاتجاه اللي رايح للعباسية. ولو عايزين نكمل طريق صلاح سالم مش هننزل بقى النفق، وهندخل على شارع صلاح سالم ناحية اليمين عشان نكمل ونوصل لشارع العروبة، ومنه بنوصل لمطار القاهرة الدولي. كان مهم جدا ان النفق اللي احنا هننزل فيه كمان شويه يتعمل، لانه بصراحه كانت المنطقه دي محتاجه ده، لانه عموما اليوترنات اللي بتبقى موجوده في الشوارع الرئيسيه بتخفض جدا من السرعه وبتعمل زحمه بشكل كبير، لان الناس في الاتجاهين بيكونوا مستنين. وحتى لو اتعملت اشارات ضوئيه في موضوع اليوترن ده، لا طبعا الانفاق دي واليوترن اللي بيبقى موجود في اقصى اليمين ويروح لاقصى يمين الشارع هو ده اليوترن الحقيقي حضاري، واللي يعني بقى دلوقتي موجود في الطرق السريعة في مصر. واعتقد انه يعني لضيق الشوارع الداخلية ما قدرناش ان احنا نعمل ده، لكن مثلا بدأ اليوتيرن ده بدأ يتعمل بشكل موسع في مدينة زي مدينة 6 اكتوبر عشان اتساع الشوارع، زي هتلاقوا اليوتيرنات دي موجودة في طريق الواحات مثلا في مدينة 6 اكتوبر. احنا دلوقتي لسه ماشيين في شارع الطيران، وزي ما انتم شايفين كده شارع جميل جدا وراقي جدا، وزي ما قلت لكم ووضح بقى في خلال رحلتنا ادينا خدنا الشارع في الاتجاهين، الاتجاه اللي جاي من صلاح سالم لغايه ما وصلنا لشارع الدكتور عبد الله العربي وكملنا ورجعنا. زي ما انتم واخدين بالكم هو معظم الشارع موجود فيه بعض المصالح الحكوميه وعدد كبير من الشركات، لكن هو مش شارع تجاري بشكل كبير. ادينا نازلين على نفق الطيران وقربنا جدا من نهايه رحلتنا النهارده. انا هطلع من نفق الطيران على شارع يوسف عباس، زي ما قلت لكم شارع يوسف عباس هو موازي لشارع الطيران اللي احنا ماشيين فيه النهارده، ويمكن زي ما قلت لكم النفق اللي احنا فيه ده خفف الزحمه كتير في طريق صلاح سالم، ومن خلاله زي ما قلت لكم بنطلع على صلاح سالم، وبدل زي ما قلت لكم ما تعمل يوتيرن لو رايح في اتجاه العباسيه هنطلع مباشره. الأنفاق بصراحة يعني أنا يعني بحس إن هي أو هي بالفعل يعني هي أكثر حضارية من الكباري، لكن هي بتاخد فلوس أكتر وبتاخد تكلفة أكبر وبتاخد وقت أطول في الإنشاء من الكباري، لكن بصراحة بتبقى رائعة جدا لأنها بتحافظ على الشكل الحضاري للشوارع والشكل الحضاري للأحياء، لأنها بتبقى تحت الأرض ومتبقاش باينة، فبالتالي بتحافظ على شكل الشوارع اللي احنا تعودنا عليه. ولو طورنا بقى الشوارع دي بشكل كبير طبعا بيبقى الموضوع أجمل وأجمل. وكملنا على طول زي ما قلت لكم هنرجع على صلاح سالم في الاتجاه اللي رايح للعباسية، لكن احنا هنطلع كده من نفق الطيران في نهاية رحلتنا النهاردة. الشارع اللي هنطلع عليه على طول ده شارع يوسف عباس، لو كملناه هنوصل لطريق النصر. يعني أتمنى إن رحلتي النهاردة اللي كانت في شارع الطيران، الشارع المهم زي ما قلت لكم في بداية الرحلة في مدينة نصر، تكون الرحلة دي عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.